بيتوا خلقوا. وهلا خففوا لي الاسئله احسن ما يضيق خلقي لي انا كمان. انت قولي مين اللي عم بيضايقك واتركي الباقي عليه. شايف هالخيزران اللي قدامك يا ابو عبد؟ شباب اذا بعد حكيت كلمه واحده خارج نطاق الدرس رح خليها تعلم على جنابك. عقل حرمة تضرب ابو عبد؟ بتحب تجرب؟ لك اخ ثم اخ، لو كان ضربك حلو مثل هالعيون الحلوه لكن اصعب مضروب بهالدنيا. ابو عبد قوم سمع درسك واترك لي الغزل على جنب. على راسي. قال فوفو لأمه أنا ذاهب إلى الحقل، فقالت له أمه لا تذهب لوحدك يا فوفو لأن الحقل مليء بالحشرات السامة. فلم يسمع فوفو كلام أمه فذهب إلى الحقل، وعندما عاد إلى منزله وجد أمه عصت الحية في المنزل، فركض إلى أبيه وركض. وقف حرام عليك، هلكت من الصبر. فوقف فنظر إلى فوق فوجد في أعلى الشجرة أبيه، وطلع. طلعتلي روحي. فوصل فوفو إلى أبيه فوجده نائم ويشخط. لك أبو عبد شحتوا عين؟ ما تزعلي منا، مرها وعي أبدا. ليه؟ بيقول المثل لو إجا عليك الكون ما تصح النايم من نوم. تبعود أبو عبد. يوسف تو دي سويت مادموزيل، تفضل اقراه. ميرسي. مشان الليفل. طبعا. ذهبت اختي الى خالتها. علي صوتك شوي يوسف لاني مش سمعتك. ذهبت اختي الى خالتها ومن ثم قالت لها يا طانت يا طانت. يوسف ويدي موزيل. بالكتاب في طانت يا يوسف؟ لا ستكرير خالك. طيب قول خالك. ذهبت أختي إلى خالتها ومن ثم قالت لها خالتي يا خالتا أوتي الأونكل سليم. فقال يوسف في أونكل سليم بالكتاب يا يوسف؟ لا هو في العم سليم. طب ليه ما بتقول مثل ما مكتوب بالكتاب؟ حاضر دموزيل. ذهبت أختي إلى خالتها ومن ثم قالت لها خالتاه يا خالتاه أين عماه سليم؟ فقالت لها إتو بيغو تجور مونا مين الشغي. يوسف خلاص يوسف، مش رح توقف لي هالترجمة الفورية مع القراءة يا يوسف. خدوم دموزيل، أنا باعتبار يعني أنتغنو عربيتي يعني بالعربي أنا آن، بس ثقافتي فرنسوية. طب ما اقرا عربي حتى تتعلم عربي. تغيبيا، ما هو اذا ما ترجمتم كيف مدموزيل بدي اعرف؟ انا شو عم بعمل هون يا يوسف؟ مش حتى فسر لك؟ سالني بشرح لك. يعني اذا سالت حضرتك مدموزيل ما بتنزعجي؟ لا ما بنزعج. معلش يعني. باردون رح اسالك سؤال اذا ما في ازعاج. لا ابدا تفضل. مدموزيل شو اسم الساندويش؟ انا غاب. بالعربي ساندويش. لا حبيبتي بتحداك منه مظبوط، سنبقى اكلر هيك. شو لكن يا افلاطون عصره؟ مدام كوري اسمه الشاطر والمشطور وما بينهما من الكلام. بينها عرفتها يا يوسف؟ ولو دم وزن فككتيني شفيق انا. سمعتي ست تلب عم بيقول عني غبي، عني غبي. يوسف احترم حالك. حاضر دم وزن حبيبي، انا ما قلت عنك غبي. أنا بحتاج
ولك ما تحتاج غيتك تنفج حبيبي. شفيق معناتها بقلب الشارع. خلص عاد فسر له مدموزيل. سير عاد قلت لك عاد عاد وسير. شفيق. نعم. احمل التراب وسمع. قال الولد الصغير لأبيه الكبير. سألوا. قال الولد الصغير لأبوه الكبير: يا أبي يا أبي، لماذا تخانقت أمي مع الخادمة امبارحة؟ فقال الأب الكبير: لأنني كنت غائب عن البيت. يا عيني، هلا هاي القصة مكتوبة بالكتاب يا شفيق؟ لا يا معلمتي، هذه قصة قال لي اياها واحد صاحبي، قلت قال لك اياها لأنه فيها مورال. شفيق؟ مورال. دي أنت بتعرف دخلك شو يعني مورال؟ أنا ما بعرف شو يعني مورال، بس سمعتهم بيقولوا مورال. قلت مورال. مين بيعرف شو يعني مورال؟ أنا. أمي قبالي لشو؟ بلي؟ إيه قولي. المورال يعني انا جوزت جوزي. ايه بنت. ايه اشاني صبي. اسمه مورال. هيدا المورال يعني. واذا اجيك بنت يا اماليا؟ امورالي. ايه عادي عادي. غلط غلط. لكن ايش يا حضرة المعلمة؟ انا اللي عم بسأل وانتو اللي لازم تجاوبوا. اسم جبني اجنبية. اجنبية يا اجداد. لكن ايش المورال؟ هي الحكمة اللي منستنتجها من القصة اللي عم نقريها. طيب والحكمة إلا علاقة بالحكمة؟ الحكمة؟ قصدي بالدكاترة. لك شو دخل المورال بالدكاترة؟ هلأ كنت عم تقولي حكمة. تعرف تسكت بقى يا جون؟ خلص بقى، كان نصكم مجنني، هلأ كلكم حتجنوني أكتر. أمالي قوم قريب. اخ شو بكي؟ اخ مكتوب كتاب اخ يا اماليا؟ لا بكي. ليه عم تقولي اخ؟ لاني موجوعة. واحد كن غرفتي اماليا يعني من هالزرك اللي زركيني اياها بدي كون حميد. وتعرفي الحماوي؟ ايه بعد عني. والحماوي بدي يكون يمكن. لا خليكي مرتاح. اخ بعد عنا شوي. انت بعد عنا شوي. خلص خليكي مرتاح. خليكي مرتاح جان. وانت سامعي وشوف. يلا أنا امبارح مدرسة. ليه اسم الله مدرسة؟ لأني كنت مشغول بقصة زيارتك لعنا وكيف بدنا نحضر تنستقبلك. شو بدك تفرش لي السجاد على الطريق يا جون؟ ونذبح لك خروف ونوزع صوفه على الجيران. واتفقتوا مع لحام يذبح لكم إياه ولا بعد؟ ما بعرف، هيدي من اختصاص مرتي ما من اختصاصي أنا. وأنت دخلك شو اختصاصك؟ وصلك لعنا على البيت. اخ منكم اخ بتعرفوا؟ نعم. قالوا انه حطوا دنب الكلب 40 سنه بالقالب وضل اعوى. لانه اعوى يعوش. لو هلكتني صرنا باخر المنطقه. وين بيتكم؟ وحيات عيونك كان هون. شو يعني كان هون؟ شو مش لوحده؟ بدي كون انا ضيعت وجبتك عن طريق ابعد. وليه عم تبعدني؟ مشان تفرجي اهل الحي اني ماشي مع المعلمه. تعال تخلصني بقى وتدني على بيتك وتاخذني على بيتكم. انا عندي شغل. فشخه قصه فشخه. صار لك ساعة بتقلي فشخة. خلصني بقى. بس هالفشخة ها ولو؟ تفضل. أنا يا إبراهيم أقضي مصاري وأكلتهم عليكم؟ أنت يا نصابي. كيرو احفظ أدبك أحسن ما أقطع لسانك. مدام إذا تريدي سكت ابنك. حرام عليك يا سيد ظريفي، اللي بياكل أموال الأيتام الله ما بوفقه. إبراهيم انا اكل اموال الايتام؟ انت اكلت مصرياتنا اللي حاطتنا هن الاداره باسمنا. يا روح
مدام مين قال لكم؟ العصفورة. عصفورة.